السلام عليكم. اليوم نعود إلى ملعب عنابة حيث أنه عندنا صور جديدة تعود إلى هذه الصبيحة واللي تظهر أنه الأشغال يعني تقرب من النهاية، ما عدا عملية وضع الكراسي اللي تعرف تأخر بسبب عدم وصول الكراسي البيضاء. إذن هذا هو، وكان جزء كبير يعني حوالي 20% نتاع المدرجات ما زال ما وضعوش الكراسي فيها. إذن إن شاء الله العملية هذه تنتهي في وقتها. نخليكم مع نهاية الفيديو هذا الجميل الذي يبين جوانب أخرى من ملعب عنابة، والسلام عليكم.